بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وتحية للشعب الصحراوي في مخيمات العزة والكرامة، تحية للشعب الصحراوي في جميع بقاع العالم وفي الشتات، وتحية للشعب الصحراوي المساند لقضية الوطنية في المناطق المحتلة. يوم أمس عند الإفراج ده عني من سجن دكحل الرهيب، تم الاعتداء علي من طرف قوات أمن مغربية عند خروجي من السجن أنا والأخ، وكذلك عند وصولي إلى المنزل. أستغرب أرى حصار أمني للاحتلال المغربي مشدد، حيث أن العديد من الصحراويين لم يلتحقوا بالمنزل، وهكذا تعرض كذلك يعني انقطاع الضوء، انقطاع الكهرباء، ذلك ليجعل عن اسمه هذا الاستقبال وهذا الحفل وهذا اللي اسمه ما يكمل. وتعرضت الناس لانتهاكات جسيمة، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتعرضوا لياسر من الأمور. وحياة رقيبي كانت من الناس اللي تعرضوا للبط وتعرضوا للانتهاك الجسيم حقها، وبتطتهم ولي، وهذا قاع دليل يعني ما حدك تشوف قاع طفلة مثلا مازالت صغيرة وتعرضت لأبشع أنواع التعذيب، وكانت مولي مساند يعني جاية من أجل الاستغلال وتقرير مصير الشعب الصحراء، وهذا قاع كامل تجري في مصبه هاي الطفلة، وتعرضت مولي للتعذيب. يعني هذا راهو رانا ندو به، ونطلبوا من جميع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي أنه راعي هذا على ذي الناس، عنهم القاصرين وترك الصغار والعليات والشيوخ، وهذا راهو كامل الناس كامل تبتط، الناس كاملة ينتهك حقها. وهذه الشابة محدة تعرضت للتعذيب، راهو خصهم تعرفوا عن المغرب، راهو كعرضنا يوميا أبشع أنواع التعذيب، أبشع أنواع التعذيب والترهيب، لا في السجون ولا في خارج الشوارع العمومية. واحنا كنطالبوا لا بالاستقلال، ونطالبوا بأرضنا، ونطالبوا بحيواننا، ونطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ونطالبوا بياسر من الأمور. غير هذا كيخلي يعني خاص ياسر من التضحيات، وهذا التضحيات راهي الناس لحقت بعد ياسر من واحد تشوف قاعد الإنسان تبتط كذاش. يعني خاص استراتيجيات جديدة من أجل فتح نضال ثاني يعود ثوري بطرق نضالية ثانية ثورية جديدة، من أجل ترهيب العدو وترهيب المغاربة. والسلام.